ريكاردو ليفيرا، ليس هو ريكاردو ليفيرا، نادي الجزيرة. الجزيرة اللي قدر تكون عينه ثاقبة على هذا اللاعب وخد منه الكثير الكثير وأعطاله الكثير الكثير. تمشي كرة تانية عن طريق جيان وركلة جزاء لنادي العين. سبحان الله، ركلة جزاء لنادي العين يحتسبها أحمد سالم للصالح لأسامو جيان. خبرة جيان وحكم اللقاء أحمد سالم وركلة جزاء، هل ممكن تكون ركلة جزاء الأخيرة في الموسم؟ هذه أحمد سالم، ركلة جزاء للصالح لأسامو جيان. شوف الإعادة، شوف الكرة، هل جيان عنده حقية؟ أدي الإيد مرفوعة فوق واللاعب ياسر سالم، بص إيده فوق ولا تحت، هل في مسكة؟ هل في إعاقة؟ هل في توقف لجيان؟ حكم اللقاء زاوية الرؤية كانت موجودة ويدي ركلة جزاء للصالح الغاني أسامو جيان. ده الكلام اللي قلت لحضراتكم عليه يغيب عنك يوم واثنين وثلاثة، لما يبقى أسامو جيان هو أسامو جيان، يغيب عنك 88 دقيقة، شوف غاب عننا 93 أو 92 دقيقة، ويظهر في آخر مشهد في مشاهد الدوري الخليجي العربي لنادي العين. سبحان الله، العين عنده فرصة الآن، وفي إنذار لإخوان كوليو، إنذار لإخوان كوليو وركلة جزاء لنادي العين. سبحان الله، ريكاردو أوليفيرا دي قيمة يا جماعة، الفريق اللي ما يسجلش يقبل في مرماه. طب أنت دلوقتي يا أوليفيرا، كنت أنت والمرمى، كنت أنت والمرمى في انفراد، ضيعت انفراد وضيعت فرصة، واللي يضيع الفرص السهلة في كرة القدم ما تعرفش عواقب الامور ايه. ريكاردو اوليفيرا ركله جزاء لنادي العين، خلاص اخر كره في المباراه. جمهور الوسط زعلان جدا وناقم على حكم المباراه وقاعد متعصب جدا. شوف حضراتكم الملعب كله واقف على الاقدام والمباراه تروح لمنعطف. احلى ختام، المباراه غيرت بشكل كبير، المباراه غيرت بشكل كبير، وده احمد سالم. احمد سالم سبحان الله، فريق الوسط الحاله لما تيجي تحسب الخطوره ليه في الشوط الثاني كان اخطر. وركلة جزاء لصالح أسامو جيان، حارس المرمى راشد علي، راشد علي، واعتراض من قبل جماهير الوصل وأيضا بعض اللاعبين، عشان كده حصل إنذار للاعب إخوان أسامو جيان. ركلة جزاء لجيان، الهداف الكبير لنادي العين أسامو جيان، وحارس المرمى راشد علي. ركلة جزاء تاريخية في المواجهة رقم 78. جيان، جيان يا ولد، يا ولد يا ولد يا جيان، لا 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 لا، ولد كبير جدا. ركله جزاء في نفس التوقيت ونفس المكان، وادي جمهور نادي العين، الجمهور العظيم طبعا اللي العين دايما يستمد قوته من هذا الجمهور، جمهور العين. اذا الزعيم بجماهيره يفرح الان عن طريق أسامو جيان. ركله جزاء، شوف الاعاده، شوف المتابعه، ادي اللاعب ياسر سالم، اعتقد الاعاقه كانت موجوده من ياسر سالم، وحكم لقاء يحتسب ركله جزاء، اكيد حيكون ليها وقفات مع مسلم احمد. جمهور ولاعيبه نادي الوصل يعترضوا على احمد سالم حكم اللقاء. وادي طبعا دول بلديات جيان، ثلاثي اضواء المسرح دول بتوع جيان. ادي أسامو جيان، أسامو جيان نجم كبير جدا، هداف